شكرا عبد العزيز. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات يا أبناء القبائل وسن اللقاية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع والعشرون الخاص للبكار من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية، أول الأسماء كرارة بشعار سعيد بن علي بن سالم الجربوعي يتقدم مع كرارة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الأسماء وصلت بابل بشعار خليل بن عبد الهادي الشهواني، يقدم لنا بابل مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت القادمة حضور وحضرت حضور بشعار سعيد بن راشد الزعبي، يتقدم مع حضور مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز أرى القادمة والمنطلقة مطرة بشعار عبد الله بن حمد بوصلعة، يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت دواليب محمد بن سعيد بن حمد بوضحة المري، يتقدم مع خامس المراكز ولكن حصل تسلل من قبل. وصلت وقت بشعار علي بن عبد الهادي بن فهيد بن براك، يتقدم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة والمندفعة في دائرة النداء والإذاعة، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة. كرارة على الصدارة بشعار سعيد بن علي بن سالم الجربوعي، تقدم مع كرارة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصلت مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة، يتقدم مع مطرة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز حضور بشعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، يتقدم مع حضور مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت بابل خليل بن عبد الهادي الشهواني، يتقدم مع بابل. خامس المراكز وصلت وقت مع خامس المراكز بشعار علي بن عبد الله بن فهيد بن براك، يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ورا الأسماء والشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة أرى سيل جارف من قبل هذه الشعارات، من قبل هذه الأسماء غادمة من أجل الفوز من أجل الانتصار، ولكن الصدارة والبداية. كرارة على المقدمة، كرارة على الانطلاق الأول سعيد بن علي بن سالم الجربوعي، يتقدم مع الانطلاق الأول مع كرارة. ثانيا مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة، ينطلق مع مطرة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز حضور سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، يتقدم مع حضور مع ثالث الأسماء. رابع المراكز مركز بابل خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني، يقدم لنا بابل مع ثالث الأسماء. رابع المراكز أو خامس الأسماء وصلت رحيل فهد بن علي بن عبد الله المهندي، يقدم لنا رحيل مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. مطرة تسللت، مطرة انطلقت، عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة يغير إلى الصدارة مع مطرة. كرارة مع ثاني الأسماء سعيد بن علي بن سالم الجربوعي. ثالث المراكز وصلت القادمة سيوف راشد بن حمد بن سالم هاب المري، أول نداء لسيوف، وأيضا وصل الشهواني والاسم القادم، أيضا وصلت القادمة والمنطلقة مع خامس المراكز. وصلت القادمة هيبة مبارك بن سالم بن جر الله بن سالمين، ولكن أعود إلى الصدارة،
الهدارة إلى مطرة، مطرة مع المقدمة عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة. الشهواني قادم مع بابل مع ثاني الأسماء، ولكن مطرة مع الفوز، مطرة مع الانتصار. عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة يتقدم مع مطرة. تهانينا والناموس لمالك مطرة من هذه اللحظات، عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة. تهانينا والناموس وسلام مطرة، سلام. تهانينا والناموس لمالك مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت بابل بشعر خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني. ثالث المراكز سيوف راشد بن حمد بن سالم النهاب المري. ورابع المراكز، رابع المراكز هيبة مبارك بن سالم بجر الله بن سالمين المري. وخامس المراكز وسم بشعار محمد بن طحنوب بجابر الجبرال المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك مطرة. والتوقيت الزمني 6:29 و55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل شعار الشهواني مع بابل، والتوقيت الزمني 6:31 و95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بابل خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني. ثالث المراكز حضرت سيوف في التوقيت الزمني 6:32 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن سالم النهاب المري.